ركنية نفذها سامح الدربالي، محمد علي بن سالم يخالط الحارس يوسف الطرابلسي ويعطي الأسبقية الأولمبي 1-0 في 3 دقائق لعب. تمكن من تسجيل هدف بصفة مبكرة وعن طريق ركنية محمد علي بن سالم في 4 دقائق لعب يضع الأولمبي البيجي في المقدمة. هو شرف الدين الشريف يتصدى تتواصل ومحمد علي بن سالم يمنع الهدف على غيلان الشعلاني. رجعت من جديد لأبناء الأولمبي البيجي قاعدين تلعب. فوزيع يفوز الميدان بين تمرير درامي سريع يتبع فيه محمد علي بن سالم ويقطع الكرة بطريقة جميلة. محمد علي بن سالم يقطع هذه الكرة، كرة في التماس. يعني متوسط ميدان مكان مهاجم مصعب ساسي، مصعب ساسي قدامه محمد علي بن سالم يتيح ترجع الكرة. الياس جلاسي، محمد علي السالمي مجهود في استرجاع الكرة. براس عبد القادر الوسلاتي، محمد علي بن سالم. محمد علي بن سالم وياخذها للشماخي. محمد علي بن سالم أسامة الحدادي في التنفيذ والتدخل من دفاع الأولمبي البيجي. دائما صفر مقابل صفر، هذه الكرة بالراس مقطوعة. ترجع عقربي عبد القادر الوسلاتي، ترجع لعماد المنياوي والتدخل من محمد علي بن سالم. ترجع من محمد علي بن سالم، مدافع متميز جدا هذا اللاعب رقم 4 في تشكيلة الأولمبي البيجي. ترجع لمحمد علي المهدي وزع اتجاه ازاكا باجي من جديد للتألق لمحمد علي السالمي. بذرفي والتدخل من محمد علي بن سالم. بن سالم كرة لي حاجة مشي بها في التاريخ، وحبينا يمكن كل مدرب يحط أفكار ويخ. كرة لعب الملعب الجديد والعكس الوجوه سريع درامي حاول يقفز وتدخل. التدخل من محمد علي بن سالم، تدخل من الدفاع الأولمبي. الكرة لهجوم الترجي
والمحاولة الأخيرة 6 أمتار للأولمبي البيجي من طه ياسين الخنيسي. التنفيذ لعماد المنياوي، المنياوي مع محمد علي بن سالم، الدويل محمد علي بن سالم المرة هذه متفتل. التوسيعات للأولمبي البيجي في الأثناء، طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي أمام محمد علي السالمي، حقيقة لاعب مندفع محمد علي السالمي، نشوفه يمشي كظهير ولد الهجوم المعاكس الأخير لطه ياسين الخنيسي. بهدف عبد القادر الوسلاتي الأولمبي البيجي باش يخرج ويلعب الكرة. محمد صعبية تمشي لصد كريم، كريم يسحب بالكرة محمد بن سالم، بن سالم يسحب بالكرة بن سالم محمد، بن سالم الاسكندر الشيحي، توزيع في العمق لسامح الدربالي السريع على اليمين، سامح مايكل بيشاف، جات الكرة محمد علي بن سالم كآخر مدافع بالنسبة للأولمبي البيجي، طويلة الكرة هو كذلك الياس لك صر مقطوعة الكرة من محمد علي بن سالم، بن سالم محمد علي اللمسة ما توصلش لعماد المنياوي، يرجع إلى محمد علي بن سالم قدم جميع النوادي التونسية دون انحياز، نتفاعل مع اللعب الجميل ونتفاعل مع الأهداف، هذا كل يخدم المنتخب الوطني التونسي. تنفيذ المخالفة من محمد علي السلمي، كرة طويلة في منطقة الترجي.